الرسم موهبة وطريق محفوف بالحب، يخرج بهما أحمد العسلي بلوحة فنية تسر الناظر إليها وتدفعه للاستمرار، خصوصا في بيئة تحب الفن وتهوى ريشة الرسام. طبعا بديت الرسم وعندنا في سن صغير، عندنا بالصف الثاني الابتدائي كنت أبدأ أرسم الصور في اللي في اللغة العربية وفي مادة العلوم، واكتشفت إن أنا موهوب بالرسم وحاولت أطور من موهبتي بشكل كبير. أخذت دروس في اليوتيوب أكثر شيء، لأنه كنت مربوط بدراسة الجامعة إدارة أعمال، اضطريت إن أنا أركز على الهواية عن طريق اليوتيوب، وأخذت دروس كثيرة في اليوتيوب حتى طورت من موهبتي. تنوعت رسومات أحمد بين الشعبية والتي تجسد شخصيات فنية وإبداعية تعكس إعجابه بها، بالإضافة إلى اللوحات المعبرة عن الواقع المعيشي الذي تمر به البلاد. أحمد العسلي لدي حس فني كبير، ونتمنى له المزيد من التفوق والنجاح الدائم والمزيد من الرسومات المبهرة التي يبهر نحن بها أحمد العسلي. ليست كل المحطات مريحة، فالبعض منها يتطلب منك الوقوف بصلابة لتجاوز ما يعيق الخطى، كما يفعل هذا الرسام من أجل الوصول إلى طموحه بجدارة. للرسم شغف متفرد ولون تتجدد به الحياة، فكل لوحة بمثابة ذكرى تخلد الفنان في دنياه وحتى بعد الممات. محمد الحاج لأضواء سهيل تعز.